تقيم جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معرض الوظائف السنوية الثالثة، والذي جاء تحت شعار معرض المهن الإلكتروني في زمن جائحة كورونا 2020. إن إقامة المعرض أيها الأخوة لهذا العام افتراضياً يدل على رغبة الجامعة وطلبتها من جهة، والشركات المتخصصة من جهة أخرى، على المضي بمسيرة الاجتهاد والابتكار لدفع عجلة التنمية والتطور خدمة للبلد. معكم التدريسية رسل ستار بدر من كلية المستقبل الجامعة، اختصاص ماجستير تقنيات المعلومات ومسؤولة وحدة التأهيل والتوظيف في كلية المستقبل الجامعة. الهدف من هذا الموضوع هو عملية التواصل مع طلابنا الأعزاء، وننطيهم إن شاء الله بنهاية العرض هذا البرزنتيشن نصائح حول كيفية التقديم وشون يقدر يقدم ووين لازم يروح حتى يقدم. دعوتنا انه نكون من المتحدثين، يعزني ويسرني انه اول خلينا نقول يعني public meeting او معرض مهن بشكل عام يعني ينفذ على الواقع الافتراضي اللي نذكر انه ايرثينك تخصص 30% من الوظائف المعلن عنها سنويا للخريجين الشباب، لان احنا نؤمن ان الشباب هم اكبر طاقه من طاقات البلد، خصوصا ان العراق يصنف من البلدان الفتيه. العمل حاليا دا تتوسع، وكل يوم احنا كل يوم شركه اسوار دا تعرض فرص وظائف جديده، وابحث عن جميع البراندات لكل الشركات وقدموا سي في ملائم لكل شركه موجوده. منصة وظائف العراق هي منصة عراقية بالكامل تهدف إلى توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف وتمكين الكفاءات والأيدي العاملة العراقية من اللحاق بركب تطور الأعمال والصناعات في العالم. لكم الآن قصة نجاح لخريجي جامعة الآن مع المبرمج عباس كرار، فليتفضل مشكورا. قصة نجاح جديدة لخريج من أحد طلبة جامعتنا جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو المبرمج مصطفى محمود، فليتفضل مشكورا. الآن العرض التقديمي يقدمه لعرض مشاريع تخرج طلبتنا، والعرض الآن إلى الطالب صهيب صالح من كلية معلوماتية الأعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. Good morning. I hope everyone is well. My name is Suhaib Saleh Al-Fahdawi. I am student at University of Information Technology and Communications, Business Informatics College, Management of Information System. الآن
العرض مع طالبة آية إسماعيل، الطالبة كذلك نادرة رغدة من كلية معلوماتية الأعمال والموسوم Medical Lab Management System. الآن تتقدم الطالبة فاطمة مهند وكذلك الطالبة زينب مهند من كلية معلوماتية الأعمال لتقديم عرض مشروعها التخرجي. الآن مع الطالب صهيب حسن والطالبة الزهراء عدنان من كلية معلوماتية الأعمال لتقديم مشروعهما. الآن فلتتفضل الطالبة منار عماد والطالبة ريهان داود من كلية معلوماتية الأعمال لعرض مشروعهم الموسوم Web Application for Managing Student Registration System. الآن فليتفضل الطالب بشار خالد لعرض مشروعه الموسوم Design and Implement of Digital ID System. الآن فليتفضل الطالب مصطفى رعد والطالب محمد رضا لتقديم مشروعهم الموسوم Human Computer Interaction Application. الآن ننتقل إلى مشروع الطالب حسين عبد الخالق والطالب صفاء حسين من كلية معلوماتية الأعمال وللتفضل بعرض مشروعهم الموسوم System to Issue Graduate Certificates. والآن ننتقل إلى الطالبة هند إبراهيم والطالبة شمس باسم لعرض مشروعهم الموسوم Library Management System من كلية معلوماتية الأعمال. ننتقل للطالب علي داود والطالب أحمد علي فاضل من كلية معلوماتية الأعمال لعرض مشروعهم الموسوم Development of Model for the Resources of the University Electronic Library using QR. ننتقل للطالب فهد فريد والطالب مصطفى سلام من كلية معلوماتية الأعمال لعرض مشروعهم الموسوم Your Health Services. الآن نبتدئها مع الطالبة رهف عماد من كلية الهندسة بعرضها المشروع الموسوم 3D Printed Robotic Arm Controlled with Mobile Application and Arduino. الآن ننتقل للطالب عبد الله علي قيس من كلية الهندسة ولعرضه مشروعه الموسوم Hand of a Humanoid Robotic 5D Controlled Embedded Circuits. الآن ننتقل للطالبة سجى صغير من كلية الهندسة وعرضها لمشروعها Smart Glove for Hand Function Monitoring. Thank you.
ننتقل للطالب محمد الأمين من كلية الهندسة لعرضه المشروع الخاص به الموسوم درون إمبليمنتيشن. الآن أستاذ الحضور ننتقل لعرض بعض من تقارير التجارب العملية والمختبرات الخاصة بكلية المعلوماتية الطبية الحيوية للمرحلة الأولى. نبتدئها بتقرير عن لونر IDXA ديفايس للطلبة ورود كاظم حيدر عمار من كلية المعلوماتية الطبية. ننتقل إلى الطالبة رنا فارس من كلية المعلوماتية الطبية الحيوية لعرضها التجربة الخاصة باستخراج حمض الـ DNA من الفواكه.